الله أون حريستي دكتور حسين شيخ أحمد كدري أو كمدها هلابورك الصومالي إسلامر كان الدور وين كقاتي قريست أفكا الصومالي يا هلجن كي جوبني مدونك الصومالي يا أيام أنت كوجير يودي مجال ذا مقتشا مرحوم كايا على الشجين مدوين كي ذنب وحنو سنا إسلامر كان عافما دي بدأ الله قاضي بل سمر كي ذنب دي بلوجو سعلي مجال ذا مقتشا أحمد فارح علي إذا جاء وقرأ الصوماليات والله اللي وربعين تقرنك الصوماليات يسوقوا كسوغان مقالة النيروبي حرون توضن ككين يا تحسي تيران يلا ودري شعبك الصوماليات قارهان إهل ذي يقرأ وكتقي مرحوم قدره أنت أنا كبر أنت عشية وأوهر شيء يسمى الإيمان يقرأ بدي في إهل ذي في ميرا يتوغان باك جبنا الصوماليات لكن حسين أنت كبر أبوه خمسين واحد من المكان وروحه صغار حيو صغير نحن الذي ساها وفأسيب وكسر هي وروحه صغار حيو la taliya xafiiska ra'iisul wasaaraha ee dhinaca saxaafada ahna qabiir saxaafadeed abdi xaji goobdon oo isla soo shaqeeyeen allah u naxariiste dr xuseen sheekh ahmed kadare ayaa tilmaamay in marxuumku hawlo badan u soo qabtay qaranka Soomaaliyeed una kamid ahaa dadkii qoray farta Soomaaliga kana qayb galay xurriyadoonkii Soomaaliya iyo hawlo kale oo aad u muhiim ah Xuseen wuxuu ahaa nin saxafiye oo waa kaan sheegay raadiyo mudish wax ka asaasay barnaamijyadeena sameen jiray qori jiray ee waagu u dambeeyso gacanka hataa cidii xasuusta wuxuu sameen jiray barnaamij ilaahay dhaqanka oo kaga hadli jiray dhaqanka reer miyigeena حسين هو قرا قرا بوق بدن او يو قري او تاريخ الصوماليه يا اف صوماليه هوري مرنتي سبا هو بدناته و هو اها ابوان روايتها قرا انت مخو هايتو ده هلكا غوبنيمدا لغو جيراي او كو غوابين جيراي دلنيره الصوماليه دلك الصوماليين هلكا غوبنيمدا ان لا خوجيو او لغو دادال سيده ودنكا او مدح بنانا لها حسين و هو اها نينكا سو جيدا اسره دينيه مركا حسين شيخ نور حسين شيخ احمد كدري الله ان حريسته وخو اها نين دور وين كسو قاتاي ودنكا هورمرنتيسا ايو جعيلكا ددكيسا ايو دلكيسا الهي قبلكيسا واسعا ودغو ايلكيسا قرابديسا ايو دمانتنا صبر ايمان الله كسيو حسين شيخ احمد كدري هدنا وخو كالين وين كسو قاتاي اساسكي اكاديميدا هيده فنكا ايو علميغا او لا سميهي اكاديميداس اورورن جيرتاي واه الله وخي قوراله افغوري كو قورنا waa dialeto asguri ku qorna iyo qoraaladii taariikhda Soomaalida gabayadii suugaantii wax walba oo ururin jirtay Hussein door weyn uu ka qaatay muddo dheer uu ka shaqeynayay waxaan xasuustaa markii ugu dambeeyay akadeemiyada Hussein waxaa loo magacaabay la taliyaha ee maamulka gobolka Banaadir oo munuujib iyo loo yaqaanama dawladda hoose Allah uu naxariistay Dr. Hussein Sheikh Ahmed Kadare ayaa kamid ahaa gudigii loo xil saaray qorista farta Soomaaliga sanadkii 1972 oo ah dhaxal uu bulshada Soomaaliyeed kaga tagay ee banaxariista Janaa ka waraabiye Dr. Hussein Sheikh Ahmed Kadare inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Nasr Bashir Ali TV ka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho